دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية، كل من حاول يسلك أوتوستراد كسروان اليوم من دبي نهر الكلب لبعد كازينو لبنان أكيد قال أدخن من الكلام اللي رح نقوله بألف مرة. أنا اقترحت تغيير اسم وزارة الأشغال لتصير وزارة الأبغال، لأنه أغلب المتعهدين اللي بياخدوا أشغال هني للأسف بغال. وخير دليل المتعهد اللي حرق أعصاب ألوف اللبنانية اليوم على أوتوستراد جوني بحجة صيانة جسر الكازينو. القضاء وقف هالمتعهد، ومنتمنى على الوزارة إنها تفحص المتعهدين قبل ما يتسلموا الأشغال وتتأكد إذا كانوا من صنف البشر أو لا. العوافي للوزير غازي العريضي. العوافي، بصفتك وزير إعلام سابق، شو رأيك بالمعركة المفتوحة بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب وليد جنبلاط ويلي انضم لإلها الوزير وائل بوفعور؟ هيدي زوبعة فنجان الفساد. هلق الليلة حدا بيدق لوائل وحدا بيدق لنهاد وحدا بيدق للشيخ سعد وحدا لوليد بايك وبيتمنى عليهم يروقوا. انه شو بيقلن مثلا تيروقوا؟ بيقلن ولك حاجة ترجعوا بفضايحكم لورا، ما حدا منكم مش عامل والقضاء بيعتبر كلامهم اخبار وبيبدأ بالتحقيق. القضاء خلص خلص بليز لا تقطقوا خواصري. شكرا للوزير غازي العريضي، والعوافي للوزير بطرس حرب. العوافي، شو تعليقك على اخراج عبد المنعم يوسف من جلسة لجنة الاتصالات بناء على طلب الوزير بوفعور؟ لا 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 لا، ما حدا شحطه لعبد المنعم. ما قلنا شحطه، قلنا اخرجه. وما حدا اخرجه كمان، هيدي تلفيقات. مبلا، في عدة مصادر مشاركة بالجلسة اكدت انه تم اخراجه منها. يا اخي، عبد المنعم انسان من لحم ودم، انسان عنده احاسيس، بده يكون حس انه بده يظهر وظهر لوحده. اي ساعة ظهر؟ شي وحدة الا تلت. هيها هيدا ترمو لعبد المنعم، انا صرت بعرفه على الوحدة الا تلت بتجي شو اسمه. يا ريت بتعرف عن تفظيع عبد المنعم بأوجيرو قد ما بتعرف عن احاسيسه. شكرا للوزير حرب، وسؤالنا لوزير السياحة ميشيل فرعون. العوافي. العوافي، موقع لبنان فايلز نشر اليوم صورة هالبقرة العامة ببحر بيروت مقابل السان جورج، فشو رأيك؟ طبعا نحن كسياحة وزارية ما رح نسمح انه البشر يسبحوا بين البقر، لكن هالبقرة عندها وضع خاص، هيدي هي انتحرت وتركت رسالة. اف، تركت رسالة؟ نعم، وبتقول بالرسالة: انا بقرة عندي عجلين صغار، كل يوم بحلب 3 طرطال حليب، سعر الحليب بالارض، وما عادوا حليباتي كفوني لاشتري مجمع حليب لولادي، فانتحرت. بليز انتبهوا لولادي، بتسلخ القلب. المهم ما تكون انسلخت بالمسلخ من بعد ما شلوها من البحر. شكرا للفرعون بريك، ومن تابع. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية اجا لحتى يشيل الزير من البير، ب14 شباط رجع على لبنان، واليوم وب19 نيسان كأنه لا رجع ولا كان. منشوف هالمشهد عن مين، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا شيخ سعد. أهلا. الحمد لله على السلامة شيخ سعد. مرسي. شو جاي تعمل بلبنان بعد هالغيبة؟ مش شايفيني جاي يشيل الزير من البير. زير شو يا شيخ سعد؟ زير الانتخابات الرئاسية، وزير قانون الانتخاب، وزير تفعيل عمل الحكومة، وزير الملفات العالقة. تمام تمام، الله يوفقك يا شيخ سعد، ونحن اتكلنا عليك. طبعا اتكلوا علي، حشيلوا للزير من البير. آه.
تمام بيك؟ دخلك الشيخ سعد وينو ما اجي اليوم على الجلسة؟ والله ما بعرف، خليني تلفن له. ألو شيخ سعد وينك؟ منك جاي على الجلسة؟ أنا مزير بالبير، تعوا شيلوني، جيت لشيل الزير تزيرت. مزير بالبير؟ بسيطة. دوما دوما تك، دوما دوما تك، أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك، 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 تيك تك، تيك تك، تيك تك.